أيضا نتابع مقابلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب. خلال اللقاء أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر لدور منظمة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب، فضلا عن تعزيز الجهود القائمة لتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة بهدف تفعيل برامج الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات والجريمة على نحو متكامل وعلى النطاق العالمي ولصون الأمن والاستقرار. وعرضت والي أبرز الأنشطة على جدول أعمال المنظمة، خاصة متابعة نتائج إعلان شرم الشيخ الصادر عن المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي استضافته مدينة شرم الشيخ في ديسمبر 2021 بمشاركة أكثر من 2000 شخص من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، حيث توجهت الدكتورة غادة والي بالشكر على التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والمنظمة لتنظيم هذا المؤتمر العالمي في ظل تحديات جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه مثل علامة فارقة عالمية لتحسين التعاون الدولي ضد الفساد ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من الجائحة. أستاذ رامي، أنا عايزة أقف في هذا الخبر في أكتر من نقطة. عايزة الأول أتكلم على أن مصر عادت مرة أخرى لمكانتها الإقليمية والدولية، وأن المجتمع الدولي الآن أصبح، خليني أقول، مصر شريك أساسي لي في أي نشاط بيحصل. كيف عادت مصر بهذه القوة مرة أخرى، خليني أقول في عمر الأوطان، يعني 7 سنين ولا حاجة، يعني ده في عمر الأوطان يعني. بالتأكيد هي مصر طوال عهود التاريخ القديم والحديث كانت مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي والقاري، تأثير إما عسكري استراتيجي وإما سياسي، لكن اللي حصل في 7 سنين الأخيرة هو يعني تأثير مضاعف واضح جدا للعالم، وأصبحت مصر لا توجد قضية دولية إنمائية أو سياسية أو حتى خلافية في المنطقة إلا وأن لمصر لها فيها إما دور وإما رؤية وإما توصية، وبيثق العالم الحقيقة في الرؤية المصرية والدور المصري، وده لأن السياسة المصرية بتنتهج سياسة شريفة تحت مظلة القوانين والمواثيق الدولية، ودائما ما تضع مصر مصلحة الشعوب في مقدمة اهتماماتها، ولم تكن أبدا مصر دولة طامعة أو ناظرة لمقدرات أو مكتسبات الشعوب الأخرى. وبالتالي تأثير مصر قوي جدا في الفترة الأخيرة، خاصة في 7 سنوات، ظهر واضحا في الملف الليبي، ملف المصالحة الفلسطينية، وقف العدوان على غزة، القضية في السودان، في جنوب السودان، في دول الساحل والصحراء في القارة الأفريقية، وجهود عديدة لإحلال الأمن والسلم في القارة الأفريقية وأيضا في منطقة ساحل البحر المتوسط وحفظ أمن البحر الأحمر.